حبايبي الحلوين، جيت لكم تاني وهنعمل الكومبليت question 46. 12 over 20 equals what over 5؟ فهو يا ولاد، اول the first step is circle the complete fraction. The second step is direction. هنا يا ولاد ال 20 بقت 5، يعني ال 20 up ولا down لل 5؟ ف down. down means divide. ده divide، يبقى هعمل 20 divided by what equals 5، تطلع 20 divided by 4. يبقى اعمل زي ما عملت down divided by 4، هعمل up divided by 4. 12 divided by 4 equals 3. طيب هنا البلس والماينس للفراكشن احاول اعملها mentally، نفعت mentally تمام، ما نفعتش اعملها بالرسومات بالدرونج. فهنا whole plus whole 5 plus 2 equals 7. بعد كده denominator 6، 5 plus 1 equal 6. ده ما ينفعش سيبها كده، ده مش شكل mixed number يا ولاد، يعني لازم mixed number يبقى whole وجنبه proper. طيب 6 over 6 دي مش equal 1؟ طب 1 plus 7 equals 8، ما 1 whole 1 whole plus 7 whole equals 8. طيب 1 plus 1 equal 2، و1 over 6 هحطها يبقى دي 2 1 over 6. طيب نيجي لل equal fraction. equal fraction لازم اعمل steps، circle the complete fraction. the second step is direction، لازم اعمل كده عشان اشوف انا هعمل multiply ولا divide. ال 8 راحت لل 16، up or down؟ this is up. up means multiply، يبقى اعمل multiply up and down. هنا شوف 18 multiply by what equals 16، هيطلع 18 multiply by 2. يبقى زي ما عملت down multiply by 2، هعمل up multiply by 2. 5 multiply by 2 equals 10، يبقى الانسر هتبقى ايه يا ولاد؟ 10. يعني انا بعمل كل الستبس دي عشان اجيب في الاخر ان الانسر equal 10. طيب 51 divided by 5 equals 11، then the divisor is 5. هو هنا حللها يا ولاد، هو هنا بيقول لك الديفايزر ايه، هو كاتب نمبر 5 زي ما اتفقنا، dividend divisor quotient، dividend divisor quotient. طيب 7000 divided by 7 سهله، 7 divided by 7 equals 1، 0 divided by 7 0، 0 divided by 7 0، 0 divided by 7 0. طيب 5 whole minus 2 and 2 over 5 دي يا ولاد هاجي اعملها mentally اشوف 5 minus 2 equal 3. طيب و2 over 5 في حاجه اعمل ماينس 2 over 5؟ لا مفيش، دي ما ينفعش اعملها منتلي يا ريت، يبقى لازم اعملها بالدروينج. عندي 5 هول، ادي ال 5 هول اهو 1 2 3 4 5 هول. ال 5 هول دول متقسمين لكام بارت يا ولاد؟ اسمع كلام الدينومينيتور، متقسمين ل 5 بارتس. ال 5 هول متقسمين هاكلهم كلهم لان هما معانا كلهم 5 هول. ال 5 هول متقسمين كلهم ل 5 ايكوال بورت. طيب ماينس مينز كروس، هكروس كام؟ 2 هول، ادي 2 هول خلاص مش معانا كلهم. طيب هكروس كام من ال 5 الى 2 بورتس؟ اكروس 2 بورتس. يعني ايه عملت كروس 2 بورتس؟ يعني حولتهم يا ولاد لوايت، يعني خلاص دول كده متحولين لوايت. طيب وعلى الفراكشن اللي موجود يا ولاد، هنا عندي اهو، عندي ده 2 هول والفراكشن ده 3 اوفر 5، يبقى الانسر هتبقى 2 هول اند 3 اوفر 5. نفس القصة هنا 3 minus 1 and 1 over 6، هرسم 3 whole، ادي 1 2 3، متقسمين لكام بورت؟ 6 equal parts. هما كلهم معايا اهو، minus means cross، هكروس قد ايه 1 هول؟ ادي ال 1 هول اهو، واكروس كام بورت من ال 6؟ 1 بورت. اكروس دي بس، دي حولتها لوايت، يعني دي بقت وايت يا ولاد، ما بقتش معايا، بقت لونها وايت اهي، بقت ابيض. طيب يبقى هنا عندي قد ايه الفراكشن؟ عندي 1 هول اللي هي دي 1 هول، والفراكشن دي يا ولاد 5 اوفر 6. بمنتهى البساطة هو الفراكشنز البلس والماينس اعملهم بالدروينج، بس في بعض الاوقات ينفع اعملهم منتلي، اعملهم منتلي وخلاص عشان ما لخبطش نفسي. طيب when we divide the number 65 divided by 5 the quotient is and the remainder is، عايز اعمل لونج ديفيجن. هي 26 يا ولاد divided by 5، لما اعملهم لونج ديفيجن هلاقي 26
ايه اللي موجود في تيبل 5؟ هي 25 مفيش 26. 25 ديفايد باي 5 ايكوال 5. طب والريميندر هيبقى كام؟ الريميندر هيبقى 1. يبقى دي الكوشنت الانسر 5 والريميندر كام يا ولاد؟ 1. طيب اجرب اعملها منتلي اهو، بلس يعني كلهم 12. 5 بلس 2 ايكوال 7، 7 بلس 6 ايكوالز 12، 13. طب 13 اوفر 12 هو ايه اللي ان ذا سمبلست فورم؟ كلمة سمبلست فورم يا ولادي انا ما ينفعش اسيبها كده، 13 اوفر 12 او والله يعني هو ده الاثنين مش موجودين في نفس التيبل، يعني 13 اوفر 12 هي دي السمبلست فورم بتاعتها. هي يعني ايه سمبلست فورم؟ يعني اصغر الفراكشن قد ما اقدر. طيب هنا هو انا ينفع النيوميريتور والدينومينيتور الاثنين موجودين في نفس التيبل؟ لا مش موجودين، ال 13 وال 12 مش موجودين في نفس التيبل، يبقى اسيبها كده زي ما هي 13 اوفر 12. طيب 1 ماينس 2 اوفر 5، عندي ال 1 هول، ادي ال 1 هول اهي متقسمه لكام بورت؟ 5 ايكوال بورتس اهي، ال 1 هول كلها معايا اهي يا ولاد. ماينس مينز كروس، اكروس قد ايه؟ 2 بورتس، يعني اكروس دي ودي، اكروس يعني ايه؟ حولتهم لوايت او مبقوش معانا خلاص. بشوف المتبقي قد ايه، المتبقي قد ايه؟ 3 اوفر 5. طيب the equation 48 divided by 6 equals 8. the dividend is، فين الديفيدنت؟ اهو 48. فين الديفايزر؟ 6. فين الكوشنت؟ 8. سهله قوي دي، بقى السؤال ده هديه يعني. طيب 20 divided by 4 minus 3، هعمل الاول الديفايد، 20 divided by 4 equals 5، 5 minus 3 equals كام يا ولاد؟ 2. يبقى الانسر هتبقى ايه؟ 2 equal fraction اهو، circle the complete fraction، the second step is direction. ليه بعمل كده؟ عشان اشوف النمبر هو up or down. فانا هنا 36 بقت 9، هنا بقت down، يبقى divide 4 up and down. 20 divided by 4 equals 5، هي نفس القصة برضو، circle و direction. 3 بقت 12 up means multiply، 3 multiply by 4 ودي multiply by 4، 2 multiply by 4 equals 8. طيب 20 minus 9 plus 5، اوعى حد يروح يعمل دي الاول يا ولاد البلس، لا انا بمشي من الليفت تو رايت. طالما هو ذا سيم اوردر او ذا سيم بايورتي بمشي من الليفت تو رايت، لان البلس والماينس هما الاثنين قد بعض. ف 20 minus 9 equals 11، 11 plus 5 equals 16، يبقى الانسر equal كام؟ 16. طيب هنا يا ولاد هشوف هنا اعمل الاول البراكت، يعني البايورتي الفيرست بايورتي بتبقى للبراكت. طيب ابص على البراكت هنا 4 بلس 7، 4 بلس 7 ايكوالز 11، يبقى انا خلاص اشطب عليها كده عشان ما اتلخبطش، عملت ال 11 يا ولاد. طيب ال 11 اعمل الاول الملتبلاي ولا الماينس؟ طبعا اعمل الملتبلاي، 11 ملتبلاي باي 9 ايكوالز 99، واشطب عليها كده واكتبها تحت، 100 minus 99 equals 1، يعني كل ده في الاخر يا ولاد الانسر ايه؟ الانسر equal 1، يعني كل ده في الاخر هتبقى equal 1 بس. طيب اجي هنا the proper fraction has the numerator less than denominator، the numerator less than denominator، افتكر كلمة proper بكلمة poor fraction، النمبر اللي فوق اصغر من النمبر اللي تحت. 7 over 2 is an improper fraction يا ولاد، improper fraction، يعني دوت النمبر اللي فوق اكبر من النمبر اللي تحت، improper fraction، افتكرها بكلمة امبراتور. طيب احاول اعملها منتلي، 3 minus 1 equal 2، وال 5 هتنزل زي ما هي. اجي بص بقى واركز هنا، كلكم هتعملوا 2 minus 4، هتعملوها كلكم 2، دي غلط، طلعوا على ايديكم 2 يا ولاد. ينفع اخد 2 اخد منها 4؟ ما ينفعش، يبقى دي ما ينفعش يا ولاد بالمنتلي، لازم اعملها بالرسومات، يبقى دي كده لازم تعمل بالدروينج، ما ينفعش تتعمل منتلي، هتعملوها غلط كلكم هتطلعوا الانسر غلط. طيب اعملها ازاي بالدروينج؟ انا برسم اول جزء بس اللي هو 3 هول و2 اوفر 5، ادي ال 3 هول اهم 1 2 3، متقسمه لكام بورت؟ متقسمه ل 5 بورتس، مين اللي قال؟ الدينومينيتور، انا بروح اسمع كلام الدينومينيتور في التقسيم يا ولاد اهو، كلهم معايا ان هو دي 3 هول، فدي 3 هول يعني معنى كده ان كلهم معايا، و2 اوفر 5 اهو، اهو 2 اوفر 5 ماينس مينز اكروس، هكروس ايه؟ 1 هول، اكروس 1 كلها. طب 4 اوفر 5، حد يقول لي انا هبدا اكروس من دي؟ لا يا ولد ابدا اكروس من الناقصه الاول، ادي 1 2 3 4، معنى ان انا خليتهم كروس حولتهم لوايت، يعني دول ما بقوش معايا خلاص اهو، دول مش دول طبعا خلاص مش معايا، يبقى انا عندي متبقي قد ايه يا ولاد؟ متبقي 1 هول، ومتبقي الفراكشن ده قد ايه؟ 3 اوفر 5، يبقى 1 هول اند 3 اوفر
5. انت ما كنتش هتعرف يا ولاد تجيبها من 3، هي 1 هول 3 اوفر 5. طيب مديني ميكسد نمبر وعايز حوالي امبروبر، كده كده الفورمه بتتغيرش، اروح اكتبها على طول عشان ما انساش. 3 ملتبلاي باي 4 ايكوالز 12، 12 بلس 3 ايكوالز 15، يبقى 15 اوفر 4. طيب 17 اوفر 3 هنا عايز يعملها ميكسد نمبر. هنا يا ولاد احول الميكسد عن طريق الدروينج. الدروينج ارسم، انا هنا اسمع كلام الدينومينيتور متقسم ل 3 بارتس اهو، هروح ارسم الفراكشن متقسم ل 3 بارت 1 2 3. المفروض اكل كام ثيرد؟ اكل 17 ثيردز. فانا اكلت 3، اروح افتح قطعه الشوكليت تاني 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. انا كده اكلت 17 thirds. طيب ده كام هول؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5 هول، والفراكشن ده 2 over 3 يبقى 5 هول and 2 over 3، يبقى 5 هول and 2 over 3، يبقى 5 هول and 2 over 3 بالدروينج يا ولاد. طيب اجي هنا 5 over 8 ملتبلا، طبعا هنا الخط صغير جدا يعني هحاول اكبره شويه. هنا ما شاء الله السبيسز يعني ممتازه. 5 over 8 multiply by what over 3 equals 15 over 24. هنا يا ولاد ده equal fraction، طالما equal fraction يبقى لازم يبقى نفس النمبر اب اند داون هنا، او حتى هي تتجاب كده يعني، هي 5 multiply by what equals 15، 5 multiply by 3 equals 15. طيب هنا in the same pattern، بصوا بقى انا هاخد النيوميريتور لوحده والدينيوميريتور لوحده. هنا الدينيوميريتور 4 8 12 16 يبقى الدور على ايه؟ 20، ده تيبل 4. الدينيوميريتور تيبل 5 5 10 15 20 يبقى الدور على 25 من غير ايه؟ ما تعب نفسي، هي the same pattern، امشي زي ما بيمشي بمشي زي. طيب يا ولاد هنا 24500 6 minus 14500 6، احنا ممكن نعملها منتلي من غير اي حاجه، بالنظر كده هعرف ان هي 10000 اصلا. طيب اللي عنده مشكله في المنتلي، احنا المفروض ان المنهج الجديد يا ولاد خلينا ان احنا نشغل دماغنا، وفي حاجات كتير جدا جدا نعملها منتلي. طيب اللي مش عارف يجيبها منتلي يا ولاد روح اعمل درافت، هيكتب اهو النمبر ده. خدوا بالكم الحاجه، لما تيجي تكتبوا النمبر التاني اكتبوه من الوانس اهو، واعمل ماينس 6 ماينس 6 0، 0 ماينس 0 0، 5 ماينس 5 0، 4 ماينس 4 0، 2 ماينس 1 ايكوالز 1، تطلع ايه 10000. طيب 606 divided by 6، اللي مش عارف يعملها منتلي برضو يروح يعمل لونج ديفيجن اهي، وكل ديجيت في بوكس كده اهو divided by 6، واحط 3 داشز في الكوشنت وابدا 6 divided by 6 equals 1، 0 divided by 6 equals 0، 6 divided by 6 equals 1، تطلع 101. طيب the dividend in 48 divided by 4 equals 12، هي الديفيدنت اللي هو 48. يعني هنا مركز قوي على حته الديفيدنت والديفايزر والكوشنت، عايزكم تعرفوا كل واحد مكانه فين. طيب ذا كوشنت ان، ذا كوشنت يعني عايز الانسر 81000 divided by 9، اعمل اللونج ديفيجن يا ولاد اهو، دي سهله برضو قوي 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 اهو، كل واحد حط في بوكس كده divided by 9، اخد الاوائل 8 احط الاول الداشز اهو، الداشز دي يا رب ما تخلينيش انسى الزيروز اللي في النص. 8 divided by 9 can't be، ما ينفعش، فاخد ال 81، 81 divided by 9 لما مشيت في تيبل 9 equal 9، وبعدين ال 81 هتنزل ما فيش ريميندر خلاص، 0 ما فيش ريميندر، 0 divided by 9 equal 0، 0 divided by 9 equal 0، 0 divided by 9 equal 0، تطلع في الاخر الانسر ايه؟ 9000. طيب the remainder of 82 divided by 9 is، هنا يا ولاد اعمل اللونج ديفيجن، ولو جيت عملت اللونج ديفيجن او اجيبها منتلي والله، ان ال 81 divided by 2، ال 81 اصلا مش موجوده في تيبل 9، هي موجوده 81، فتبقى الريميندر كام؟ 1. طيب هنا اعمل ايه الاول؟ بصوا بقى هنا عندي ايه؟ تايمز وديفايد، ابدا مين الاول يا ترى؟ اعمل الديفايد ولا اعمل التايمز؟ لا يا ولاد امشي من الليفت تو رايت، طالما ذا سيم اوردر اوف اوبريشن starting from the left. فهنا 12 multiply by 4 اللي مش عارف اجيبها بدماغه ان هي 48، اروح على جنب كده واعمل درافت، اكتب 12 multiply 4، 4 multiply 2 equal 8، 4 multiply 1 equal 4، 48 يبقى انا اشطب عليه عشان ما اتلخبطش، وبعد كده 48 divided by 8 هتطلع equal كام يا ولاد؟ 6، واشطب عليه عشان ما اتلخبطش. طيب 16 minus 6 equal كام؟ 10. طيب هنا in the simplest form
بص يا ريت، هي دي ديفايد، دي مالتي بلاي، فانا المفروض الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ 3 مالتي بلاي باي 2 ايكوال 6، 4 مالتي بلاي باي 2 ايكوال 8، صح؟ اجي بعد كده بص الاقي 6 اوفر 8 هما الاثنين فيهم كومن تيبل، الاثنين ميولات موجودين في تيبل 2، ال 6 اوفر 8 الاثنين موجودين في تيبل 2، فاعمل ديفايدد باي 2 اب اند داون، في الاخر هتطلع لي 3 اوفر 4. هو طالما اتقال لي ان ذا سمبلست فورم اشوف ان ال 2 اوفر 2 دي كانها ايكوال 1، ال 2 اوفر 2 كانها ايكوال 1 يا ولاد، واعمل الملتبلاي عادي جدا اللي هي تبقى ايه في الاخر 3 اوفر 4. يعني قال لي سمبلست فورم، من عايز يوصل الفراكشن لاصغر حاجه لي، ان ما ينفعش النيميريتور والدينيميتور يبقى بينهم كومن تيبل، لازم اعمل ديفايد. فانا بدل ما اكبر دماغي اقول ان ال 2 اوفر 2 طالما كاتب لي كلمه سمبلست فورم، ال 2 اوفر 2 كانها 1 ف 3 اوفر 4 ملتبلاي باي 1 ايكوال 3 اوفر 4 برضه زي ما هي. طب اعمل هنا الاديشن يا ولاد، اعمل الاديشن ازاي؟ اروح اعمل درافت اهو، هكتب النمبر الاول عادي جدا، بس هاخد بالي وانا بكتب النمبر التاني اكتبه من اليو من الوانس، عشان يا ولاد ما تلخبطش، ما احطش نمبرز تحت نمبرز او اكتب النمبر غلط. ده هنا بلس 1 بلس 3 ايكوالز 4، 2 بلس 2 ايكوال 4، 8 بلس 6 ايكوال 14، 4 اند كاري اب 1، 1 بلس 4 ايكوال 5، 5 بلس 5 ايكوال 10، 0 اند كاري اب 1، 1 بلس 1 ايكوال 2، وال 6 هتعمل ايه؟ هتنزل، يبقى دي 620,444. طب يا ولاد 18 ملتبلاي 25، ده ملتبلاي 2 ديجيتس، 18 ملتبلاي 25، 5 ملتبلاي باي 8 ايكوال 40، 0 اند كاري اب 4، 5 multiply by 1 equal 5, 5 plus 4 equals 9, 2 multiply by 8 قبل الاول يا ولاد انا خلصت ال 5 اهو، ابص اعمل ايه؟ cross carry up cross once put 0 in the once، منساش cross carry up cross once put 0 in the once، 2 multiply by 8 equals 16, 6 and carry up 1، 2 multiply by 1 equal 2، 2 plus 1 equal 3، واعمل ال 2 numbers دول ايه؟ plus 0 plus 0 equal 0، 6 plus 9 equal 15، 5 and carry up 1، 1 plus 3 equal 4. يبقى الانسر طلعت ايه يا ولاد؟ 450. طيب اجرب هنا برضو اعمل الفراكشن mentally، 2 minus 1 equal 1، وال 9 انزلها زي ما هي، شوف ينفع 6 ماينس 2 او تنفع 4 اوفر 9، يبقى دي تنفع منتلي عادي. طيب هنا برضو اجرب اعملها منتلي اهو، دي التين هتنزل زي ما هي، 5 ماينس 2 ايكوالز 3، تنفع برضو عادي مفيش منها مشكله. طيب هنا نيجي للايه؟ للميسنج، 4 اوفر 5 ملتبلاي باي وات ايكوال 16 اوفر 28، افكر يا ولادي 4 ملتبلاي باي 8 دينا 16، اكيد 4 ملتبلاي باي 4، الاقي نفسي انا عملت ملتبلاي 4 اب اند داون، دي ايكوال فراكشن. The same number up and down. هي نفس القصة. 5 multiply 8 يدينا 25، طب 5 multiply by 5 يبقى فوق اعمل ايه؟ multiply by 5. 2 multiply by 5 equals 10. In the decimal form. طيب هنا هبص اهو، المفروض ان انا اكتب ايه؟ تحت الديمينيتور، بس هنا البلس عطلان يا ولاد، فلازم ازود 0 up and down، لازم ازود 0 up and down، فازود 0 up and down كده اهو، هنا ازود 0 up and down هنا كده. انا عملته ده، سوري. اهو. فهنا يا ولاد بقيت عندي ال 100، خلاص كده ايه البلس اشتغل، خلاص مبقاش عطلان. 69 بلس 20 ايكوالز 89، بس هو عايز في الديسيمال فورم يا ولاد احط التو داشز والديسيمال بوينت وابدا اكتب النمبر من الوانس اهو، يبقى دوت ايه؟ 89. طب يا شباب نيجي بقى نبص هنا زي يونت فورم، فور ذا نمبر، كلمة يونت فورم يا ولادي انا عايز يعرف كل ديجيت مكانه فين، فهنا عندي ال 8، هنا اكتب 8 وانس 5 10، هو عايز يونت فورم، انا عايز اعرف كل ديجيت مكانه فين. ذا بليس فاليو، عايز يعرف البليس بتاع ديجيت 5، لو انا جيت بصيت وديت الديسمال بوينت اهي، الديسمال بوينت عندي 10th و 100th، يبقى انا عندي الديجيت 5 ده البليس بتاعه ايه؟ 100th، وعايز البليس 100th. طيب the value of digit 6، انا عايز الفاليو، طالما قال لي فاليو يبقى عايز ال 6 والباقي كله بزيروز، حتى اكتبها تحتيها كده عشان ما تلخبطش، اللي هي 0.6، ولا اكتب 0.60 برضو صح، الاثنين ايكوال يا ولاد مش فارقه. طيب هنا عندي بلس، البلس هنا عطلان ليه؟ عشان 100 و10، يبقى زود 0 up and down يبقى 100،
46 plus 30 equals 76. عايزة بالديسيمال 4 احط 2 داشز وديسيمال بوينت وابدأ اكتب النمبر اهو، يبقى 0.76. طيب the suitable graph representation to compare the maximum and minimum temperature between mini governorates during a week. يعني عايزة يقولي طالما هيكمبير حاجتين ببعض يبقى دوت على طول من غير ما افكر دبل بار جراف، يبقى ده يا ولاد دبل بار جراف، طالما هيكمبير حاجتين ببعض يبقى دبل بار جراف. انا كده الحمد لله خلاص خلصت التشوز، هناخد بريك كده 5 minutes واسجل لكم ان شاء الله الرايت والرونج. يلا باي باي.